طيب مارسيل كولر شاف الماتش النهارده ازاي وعلق وقال ايه بعد المباراه في المؤتمر الصحفي اللي ما حضروش حد بسبب الواقعه اللي حكيتها لحضراتكم. نشوف مارسيل كولر. الشوط الاول احنا خلقنا فرص كتير، ولكن سوء استخدام الفرص كان مشكله بالنسبه لنا. كانت الشراسه في بناء الفرص مش موجوده تماما. جالنا بنالتي وللاسف احنا ضيعناه. الشوط الثاني لعبنا احسن، لعبنا لقدام، خلقنا فرص، كنا ماشيين كويس، ولكن غلطنا في الدفاع غلطه، ما كناش واقفين كويس، ما عملناش بلوك للكوره اللي اتعملت في العرضيه، ما احنا كنا متفقين مع اللعيبه على كده. الخصم بتاعنا كان جات له هي فرصه واستغلها، ونتيجه كده ان احنا طلعنا الماتش تعادل. احنا كنا متقدمين بجون وكنا بنلعب كويس، ما كانش فيه داعي خالص ان احنا نغير في الماتش ده، عشان كده ما غيرتش الماتش ده بدري. الكلام ده برده مش صحيح، المره الجايه ممكن انادي لحضرتك قبل ما اجي اغير وانت تقول لي اغير امتى. طبعا ده من اختصاصاتي ان انا واجبي ان انا اشوف الماتش واقراه كويس واشوف امتى الضروره موجوده ان انا اغير، وبعدين بغير، وقبل كده ما بغيرش. Nein, wir haben nicht gewonnen, also kann ich nicht zufrieden sein. لا انا مش سعيد تماما لان احنا ما كسبناش، وعشان كده مفيش داعي للسعاده. Und wir hatten genügend Chancen, um das Spiel zu entscheiden. كان عندنا خلقنا فرص كتير جدا ان احنا ننهي الماتش، ولكن للاسف ما عملناش كده.